مبكرا عندما بعد الحارس خضيرية تسديدة قوي في الدقيقة السادسة. محاولة حفزت قائد الفريق عدادي قصد الوصول إلى مرمى خضيرية الذي تصدى بنجاح للكرة الساخنة من عدادي في الدقيقة 11. انتعاش هجومي مكن بعوش سفيان من مباغتة الحارس خضيرية مسجلا الهدف الأول لأولمبي لودية. هدف جاء بعد عمل جماعي قاده الثنائي جاي وسامر. ثلاث دقائق بعد ذلك عدادي جرب حظه بهذه التسديدة القوية التي وجدت الحارس العباسي أبعدها للركنية لتنتهي المرحلة الأولى بفوز أولمبي لمدية بهدف لصفر. بعوش سفيان في الدقيقة 71 كاد أن يضاعف النتيجة لولا وجود خضيرية في المكان المناسب. خمس دقائق بعد ذلك البديل بيرالام يعرقل داخل منطقة العمليات. الحكم عوينا دون تردد منح ضربة جزاء في الدقيقة 75 لأولمبي لمدية نفذها بنجاح نفس اللاعب مسجلا ثاني أهداف المباراة لصالح أولمبي لمدية الذي ضيع فرصة سانحة لإضافة هدف ثالث بواسطة بعوش الهواري. الدفاع العباسي من على فوق الخط أبعد الكرة كان ذلك في الدقيقة 86 لينتهي اللقاء بفوز أولمبي لمدية على اتحاد بلعباس بهدفين لصفر. نشكر يعني الأنصار تاع مدية اللي كانوا يعني رياضيين إلى أبعد حدود، وإحنا ينتظرنا عمل كبير وإن شاء الله الآن يعني نفكروا في مقابلة القابلة يعني القادمة ضد شبيبة القبائل إن شاء الله في بلعباس. يعني انهزمنا بصراحة يعني، ويعني تحية كبيرة يعني للحكام تاع المقابلة رباعي الحكام اللي أدوا مقابلة كبيرة يعطيهم الصحة، وإن شاء الله يعني نعوضوا هذه الخسارة يعني يعني بفوز ان شاء الله ضد شبيبة القبائل في المقابله المقبله ان شاء الله. اسره النادي كلها كانت تبحث على الثلاث نقاط خاصه في بدايه المرحله الثانيه، مهم جدا من الجانب المعنوي لتسجيل انطلاقه قويه في بدايه، وهذا الشيء اللي حققناه. نظن الاولاد ادوا ما عليهم مباراه في المستوى من بدايتها لنهايتها، مع نسجلوا انه واجهنا فريق منظم، فريق لا يستهان به، ولكن الحمد لله ثلاث نقاط مهمة اللي تخدمنا في قادم الجولات إن شاء الله. طبعا فوز